موضوع نشر صور البنات على النت والحادثة بتاعت بسنت وسبب انتحارها بسبب انتشار كما قيل تركيب صور مفبركة ليها بوشها على جسم مش جسمها وتسبب في انتحارها بنت صغيرة وتم ابتزازها ورفضت انها تخرج مع الشباب وده كما قيل يعني اولا يعني موضوع انتحرت وكفرة والكلام ده مش بتاعي خالص ولا هتكلم فيه. انا هتكلم في نقطة الناس اللي نشروا دولت الشاب اللي نشر هي ابتزاها ورفضت تخرج معاك ايا كان السبب ايا كانت الحكاية وايا كان اللي هيظهر بعد كده، لكن انت دلوقتي نشرت وهتكت ستر ولا عايزة اقول لا متفبرك ولا مش متفبرك، هتكت ستر امرأة مسلمة وعندك نص حديث من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انتوا عارفين ستر يوم القيامة احنا محتاجينه، ستر يوم القيامة يتمناه العبد كده ان ربنا ما يفضحوش على رؤوس الاشهاد ويبقى من ال 12 ولا ال 10 اصناف المفضوحين يوم القيامة على شاشة عرض يراها الدنيا من اول خلق ادم لحد ما هو اخر واحد ربنا خلقه، الناس كلها شايفة الذنب وشايفة هتك الستر. فانت محتاج الستر، اتقوا النار. والستر ده الواحد ما بيقول بس يا رب كلمة بس، من ستر مسلما بتهتك ستر. يا شباب بتهتكوا ستر عشان ايه؟ عشان متعة لحظة ودنيا وكلام فاضي وحرام ومحرمات، بنت حلوة ولا بنت مش عارفة ورفضت وكذا وكذا، اصلها شمال اصلها يمين، كلام فاضي. انتوا عارفين انتوا بينطبق عليهم ايه اللي بيعملوا كده؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، كارثة. هاتوا آية سورة النور، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مش بس دنيا، ده دنيا وآخرة. معظم الـ 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 الأمور الله عز وجل سايب حسابها للآخرة. عندكم الظلمة هو الجبابرة الفسقة همت، وبنشوفوا بيتمادوا في قلب ظلمهم في قلب الدنيا، والله سبحانه وتعالى ستر عليهم، والله سبحانه وتعالى في غيهم، ليه مأجلهم يوم القيامة؟ عشان نشوف بقى يوم القيامة ونفرح وقلوبنا تفرح كده. فأنت تيجي تحتك ستر يعني 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 أنا بأني هو راح الدين فين يا جماعة؟ ماشي الدنيا في ضلال دلوقتي، والناس فعلا الناس في غفلة رهيبة، الناس في غفلة رهيبة فعلا، نسأل الله العفو والعافية. لكن تنشر وتهتك ستر. ده أنا هقول لكم على قصة، ودي أول مرة أقول الحكاية ديت، لكن بما إن حصل كده يلا نقول علشان ننبه. جالي سنة 2010 مشكلة، المشكلة ما بين زوج وزوجة. الراجل مهندس برامج ومهندس مواقع، وجاله فيديو حد بعته له لواحدة في علاقة مع واحد، فيديو، والراجل اتجن، الراجل ذات نفسه اتجن، قال دي زوجتي دي رجليها. طبعا الفيديو بعيد قوي، وتقريبا اللي مصور من زاوية بعيدة، وتقريبا الست دي هي لابسة نقاب كده ورفعاه والوش مش باين من بعيد، ومش عارفين حتى يبينوا اللي بتاع. الراجل حاول يبحث على الاي بي الاساسي بتاع الجهاز اللي نشر وكذا، وراجل اصلا متخصص يعني، وكانت مشكله رهيبه. والست طاهره شريفه عفيفه، وهو يقول لا دي كذا، دي حركه رجل زوجتي، لا دي كذا، دي ايد زوجتي، ده الوضع دوت، العبايه دي كان عندها شبه زيها حاجه كده يعني، وهي من العبايات اللي كانت منتشره في مصر يعني. الكلام ده 2010. المهم حضرت معاهم وسمعت من هنا وسمعت من هنا، وخدت الست اصلا من البيت للسوق لحماتها للعيال للمقرأة اللي هي شغالة فيها، يعني ما فيش قيد، المولى يشك وكده. بس طبعا الدنيا باظت، لانه طبعا شك والكلام ده في الدنيا باظت ما بينهم ونفسيتها والكلام ده، وتم طلقة. وبعد كده ثبت ان الفيديو ده مبعوث لاكتر من حد، وكل واحد يقول دي زوجتي. الشبه بعيد شبهنا كل يعني، تحس انها شبه النساء اللي في النقاب، وسمت البعيد سمت متعارف عليه. طيب الساعة، طيب كذا، لان مثلا اكتشاف الساعة يقول اه طب مش عارفة ايه، طب دي حاجة. انا عايزة اقول لكم دلوقتي ان في برنامج بيركب صور، شوف اللي طلع توم كروز فيه هو، وجابوا مارك زيجل هو، حاطين الصورتين هم وبقى بتقنيه بقى مش على جسم مختلف زي زمان، بقى على ايامنا فوتوشوب، ما فيش كده. في مذيعه من المذيعات كان لها انستا
وواقفه متصوره في بلكونه بيتها مع زوجها، وعجبوا البتاع وكانت مش عارفه فين وفندق فين وجوزها مسرحها فين، وهيصه كبيره يعني الست يعني لا حول لها ولا قوه. وده حاجات انا شفتها، انا بقول لكم انا عشرتها. جه 2018 واحد جاي في مشكله بعت لي نفس الفيديو بقول زوجتي، استنيت نضحك واضرب كف على كف، يقول يا ابني ده زوجتي انا عندي بقى مشكله دي كانت من 2010 مش عارفه ايه، والراجل ابدا والله هي وحركات وظهر الراجل ده مش عارفه ايه وحاجه مصيبه. والفيديو منيل ب60 نيله، فيديو فاضي، فيديو علاقه، كارثه كارثه. طب يا ابني زوجتي اه بس هي دي تخينه شويه عن زوجتي، ما يمكن وهي كانت تخينه قبل ما ترفع. طب ما والله هذا حصل. فموضوع هتك الستر والتكسب من وراء فضح المسلمات ذنب عظيم. انا هو ببشر لكل اللي بيعمل كده بعذاب في الدنيا في قبل الاخره، ويهتك الله عز وجل عليك سترك في الدنيا قبل الاخره. صلى الله العفو، نسال الله الحفظ. طب ده بقى معنى كده اه ما تنشروه، ما يبلاه نرجع تاني يا بنات، رجعوا تاني ما تنشروش صوركم ولا جروب بنات ولا جروب نيله ولا 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 والانستا ولا الكلام ده. عايزه تعملي في حاجه عاديه عندك البنات الصغيره لسه باعدادي تقول لك ما انا مع صحباتي وانا مش عارفه فين وده بنات ونحب. انت ضامنه بقى اللي داخل لك باكونت يقول لك انا ولا داخل ولا هكر على اكونت اخته؟ لما دول هكروا ما هم على الموبايلات، ولا اللي تروح تعمل موبايلها وتصلحه هي وزوج الراجل ياخد مشاهد بينها وبين زوجها. واحد بيقول لي طب احنا دلوقتي انا وزوجتي ما تطلع الموبايل ما يطلعش بره باظ يتدشدش يتستعمل سوفت وير ويتدشدش. لكن ان احنا نهتك ستر وانك انت تبقى سبب في هتك ستر زوجتك واهل بيتك دي كارثه. والناس غير مؤتمنه يا جماعه، والله الناس بقت اصبحت غير مؤتمنين. وعلامات الساعه انا بقول دي علامات الساعه. عارفين عارفين احنا جربت بتاع يومين كده يومين ونص من غير كهرباء من غير نت. مش عايزه اقول لكم الاحساس كان عامل ازاي. ايه ده العوده للكتب والعوده للحياه الطبيعيه والعوده. انا قررت ان انا اغير المكان اللي انا قاعده فيه واطلع في المكان اللي الكل هيتجمع فيه، بس بقى اطلع من البوتقه اللي انا كنت فيها المكان كده. لا ده في حياه، في حياه احنا حارمين نفسنا منها. انا عايزه اقول لكم من الاضرار القصه بتاعت سرعه الواتس دلوقتي بيعمل 1.5 و2 تك تك، عايزين الدنيا تجري، الدنيا تجري بسرعه، احداث تمر سريعا سريعا. لا احنا مخنا متضرر، ذاكرتنا متضرره، التركيز والقدره على التركيز والكلام، احنا عايزين عصر السرعه وخصوصا مع الشخصيات المنجزه. ان انا عايزه غلط، نقمه الميديا بقت نقمه لو استخدمت بكده. انا الفيديو ده انا عاملاه علشان لكل شاب بتسول له نفسه، كل واحد سول نفسه يسمع. خلي بالك انا الجيش في ولو سمعت الفيديو ده وانا عايزه الفيديوهات دي توصل لكل راجل قبل كل بنت. خلي بالك هتك ستر عليك في الدنيا قبل الاخره. انت من الذين يقال عليهم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، البشرهم بشرهم بعذاب اليم في الدنيا والاخره. اما تسبب في موت بني ادم طفله لسه لا حول لها ولا قوه، طفله لسه حبيبتي، وتعمل بالشكل ده انت هديت ايه؟ البنت بقى اهلها عملوا وكتبت صغيره، هي ما ادراكها ايه دي؟ خبرتها ايه في الحياه؟ ايا كان اللي هيظهر واللي يحصل والنتائج والكلام ده. نصيحه للبنات ارجعوا تاني متسترات، عشان خاطر ارجعوا تاني متسترات، بلاش صور ميديا وصور سوشيال وصور كذا يعني مش عايزه اقول لكم الدنيا ممكن توصل لايه. أسأل الله الحفظ البنات المسلمين ونساء المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ لكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله يا رب باسمه الستير يستركم فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض علي، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، ما تزعلوش مني إن أنا كنت مكشرة، لكن الأمر كان يجب التحذير منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.